الشرطة! يا هون! تعبان يا عيال تعبان! الشرطة! كنت ألعب مع ولد حارس المزرعة اسمه راشد، كل لعب فجأة الكرة تسطحت! الشرطة يا عيال! راح يجيبها الولد اختفى، ولقينا الكرة مفقوعة وعليها دم! أنت معايا ولا إيه؟ تعبان يا عيال! إيه سلامات! من اللي ماخذ الشنطة اللي بالغرفة؟ شنطة؟ أنت جايب لي شنطة؟ تستهبل أنت؟ الشنطة هذه خالي قال تجيبها من المزرعة وتجي، يا عيال بلا مقالب! يا عيال تعبان! أنت إيش فيك أنت؟ يا أبوي خليه وقته! زارف يا ورع! مسوي تعبان علشان تزرف الشنطة؟ هذه ما بحركات رجال! أفا بس يا ياسر أفا! يا عيال تعبان تكفون! وربي مالك داعي خوينا تعبان تسوي معاه كذا؟ لا يا شيخ تعبان هو زارف الشنطة. مين قالك انه زرفها؟ ما شفت حاطة تحت راسه؟ صحة خوينا أهم. وكيف الحين؟ كويس. أقول له نروح مستشفى ما يبغى. خلى بكيفه. الله يعطيك العافية يا خالة، ما قصرتي تعبناك معنا. تعبك راحة يا ولدي. بس عندي سؤال، عامر ليش يقول ما في إلا إحنا في ذا المزرعة؟ عامر الله يهديه، أبيك توصل له بس رسالة واحدة. وش يا خالة؟ قل له يترك الشنطة اللي معاه، ولا ترى أبو راشد ما راح يخليكم تطلعون بخير.